لعبنا غرقان، شو اسوي؟ ابغى العب كرة. ابغى العب كرة يا شباب، ابغى العب كرة. فما في حل الا الملعب الصغير. اكيد كله طين. بس نلعب في ملعب صغير. دبي غرقانة، ملعبنا اكيد بيكون غرقان. الحين اصلا الشوارع يعني ساحبين من الماي. الشارع لو تشوفون هنا كانوا البارحة مشيت او قبل البارحة. لين ركبتي الماي. هذا كله ماي. كل ركبتي يا اخي جون كل الناس. ما مو بقادر ارد بيتنا. قلت بتمشي عادي ولا ايش المشكله. فالحين اشوى يعني ما شاء الله. بلا صياح يا شباب، بلا صياح. فقلت هالاوبرتونيتي عندي يعني مخلصين دور الغدير رمضاني صح؟ الحين عندي هالاوبرتونيتي يمكن حشره يعني. بس مشي يا يابا العب كرة، يا يابا العب كرة اول شيء، ثاني شيء اعطيكم ابديت بسيط. كله حصل ملعب يعني حتى هني ما بقدر نلعب براحتنا، عشان شي الشباب ما بيجوا يلعبون. اذا ما بيجوا يلعبون ما بقدر اصور، ما بقدر انزل صحيح؟ بلا صياح. بسيط الحل البسيط. شو كنت مصور؟ الحمد لله كنت مصور فيديوهات قبل دور الغدير، اصلا دور قبل رمضان صور كم فيديو، فهالي بينزلون في الاسابيع الجايه ان شاء الله. من بعدين نرجع هنا نلعب ساعات. من نرجع شفتون هناك، ما يحتاج ارد نزلت شفتون هناك. من يرجع الماي الطبيعي، الرمل طبيعي، ما في حصى وشباب يجون نلعب. منرد لكم بعد رمضان نصور لكم، لكن هذا الابديت يعني. بس هذا الابديت يعني انه بتعرفون الفيديوهات اللي مصورنا مو مال الحين يعني، بما انك غرقنا. فبتنزل هذيك الفيديوهات عندي مال اربعه، فاذا كل اسبوع انزل يوم السبت الساعه 11 الصبح توقيت الامارات. هذا الدوم الحين انزل شيء ان شاء الله بكمل على هذا البروسيس يعني. عندي لكم شباب خبرين حق القناه. الخبر الاول افكر اغير اسم قناتي. اسم قناتي بدل فوتبول وذ الياسي سوى محمد احمد. تبغون تشوفوني العب كره، تبغون تشوفون اي مقاطع محمد احمد تشوفوني انا. فشو تفكرون ممكن اكون مغيرنا لذاك الوقت؟ لا بنشوف. ثاني شيء احاول الحين الفيديوهات بسويهم اطول، الاكثر الحين نفعوا مال 4-5-6 دقائق نفعوا لي، فممكن اسويهم شوي اطول شوي اكثر. بنشوف اكسبرمنتيشن الحين. فهذا الخبرين اللي عندي اياكم وبس. وايد تكلمت ابغى العب يا اخي. الحين كم يوم بلاعب بعد القرار الغدير؟ ما لاعب شيء. ثالث ونسيته ترى. انا توني ركبت فتذكرت ريلي بعدها يعني نص. فتعور مو متعور، اقدر العب بس يعني ما ابغى اشد على عمري عشان ما اتعور ازيد عشان ما اقدر العب. فابغى احسب على ريلي بس يعني عندنا وقت اذا ما حد يجي الملعب عندي وقت مره اروح، عندي وقت ترجع لي ريلي احسن. شفت واحدة وحسيت فيها، مع ورثي بس حسيت فيها الركبة، اللي ما يعرف الركبة شوي عندي ها لك عليه. يحتاج سبورت، إذا بلعب يحتاج سبورت. فشكرا بس. في فايدة يعني ماي عندك في الملعب، فتشرب الحمد لله بسم الله.